مرحبا بكم معنا مشاهدينا في يومية جديدة من صباحية دوزم، وفيها في فقرة نصائح في التغذية السي نبيل العياشي مقترح لنا اليوم أطعمة وأعشاب مساعدة على الإقلاع عن التدخين، فقرة طاقة واليقة. كوتش ياسين اليوم غادي يورينا أو غادي يقدم لنا بعض التمارين الرياضية اللي أيضا كتساعد على الإقلاع عن التدخين. فقرة أمراض وحالات غادي نتكلموا على ألم الصدر وعلاقته بالتدخين رفقة الأخصائية في الميدان دكتور سمر فرحي أخصائية في أمراض القلب والشرايين. والبداية مع فقرة للأحسن، مرحبا بكم معنا في صباحية اليوم. كوتش حمزة الحسيني، السلام عليكم. تبارك الله، بس عليك. الحمد لله. اليوم موضوع حساس نوعا ما، غنتكلموا على توازن القوى بين الزوجين. عرفتي فاش هاد توازن القوى خلاتني نفكر في واحد المساله. عرفتي شحال من ديال العلاقات سبحان الله يعني تتشوفها انها مستمره، وهذا لا يعني انه مقياس لنجاح العلاقه، لان بعض المرات تكون الصبر كما تنقولوا على واحد يعني من الازواج. نعم، ولكن تلقاو بعض المرات علاقات اللي باقي جديده، ولكن سبحان الله هذه واحد العلاقه تشوفها صحيه، علاقه كتشوفها جميله الاثر، علاقات اللي كتشوف واحد ما يعني ماشي تيكون داك الصبر على الاخر ما كاينش لهم، كاينه واحد المرونه في العلاقه. فما نكرهتش اننا قبل ما نمروا لهذا التوازن نتعرفوا على العلاقه الامنه. داكور، العلاقه الامنه هي هو شرح وصفي لواحد مجموعة من الميكانيزمات اللي كتخلق ليا واحد التوازن في العلاقة. يعني سي فاسيل نوصفها بانها امنة، ولكن اشنو هو لو ميكانيزم داغيغ اللي وراء هاد العلاقة الامنة الصورة اللي كتوصلني انني نشوفها ونستمتع بها. اللي خصنا نعرفوا هو انه البحث عن القوة في العلاقة هو ناتج عن اضطراب نفسي جاي من الضعف. ما يمكنش شي واحد ما كيقلبش على القوه الا ما كانش على الاساس هو ضعيف. فهمت، يعني تعويض هذاك الضعف. تعويض سي لا كومبونساسيون. الو لا كومبونساسيون، كنسمع هذه كلمه تعويض او لا كومبونساسيون، خصنا نعرفوا سي تان مو بسيكولوجيك. اشنا هو؟ كنسموهم لي ريبونس ستراتيجيك ديسفونكسيونيل، هما الاجوبه الغير نظاميه. بما معناه فينما كنتعرضوا الى معتقد مرضي كيرفع من مستوى الضغط، الاجوبه ديال الشخص العادي كتقدر تكون ثلاثه، وهما ثلاثه بجوج ثلاثه غالطين، اللي هو ليفيتمون لا كومبونساسيون ولا لا سوميسيون، هو الامتثال الابتعاد او التعويض. وهما بثلاثه كيكونوا بطريقه مرضيه ليس طريقه صحيه. اللي خصك تفهمها مهام على انه لا وجود لقوه وضعف في لي كوبل في العلاقات الانسانيه. القوه ناتجه من اخذ واحد الطاقه من واحد الانسان اللي كترجعه هو قوي عليه. القوة ما سان اكزيست با، ما كايناش. اذا باش نكون انا قوي ضروري خديتها استمدت من واحد الطرف الاخر. اذا ملي كنجي انا وكنكون عندي واحد الماضي وكينتج عليه واحد ضعف في القيمه الذاتيه ديالي، وكنكون داخل باش نعوضها بطريقه مرضيه، كنعرف بانه جا من تاثير الاخذ من الطرف الاخر، وهنا كيوقع ليا واحد عدم توازن في العلاقه يؤدي الى خلل اللي كتبقى غادا حتى كتوصل الى نتيجه سلبيه. الامان ماشي هو هذا اماها، الامان هو اني كتكون عندك وعي ذاتي بشكون انت واشنو هما الميكانيزمات ديالك واشنو هو الماضي ديالك واشنو هما المعتقدات ودورك وجنسك انت او ذكر. نعم، وكتكون عندك القدره على انك كتدخل في واحد العلاقه واحد المزج ما بين جوج اشخاص بطريقه امنه. هي ملي كجوج الناس كيتلاقاو وكيديروا واحد لا كونيكسيون بطريقه امنه، وهذا هو الموضوع ديال حلقات اليوم. الوغ باش نعرفوا واحد الحاجه اماها، هو انه البحث عن القوة في بداية العلاقة ما بين أكبر المسببات اللي تؤدي إلى فشل العلاقة أو الطلاق، وهو كيكون معتقد مرضي جاي من قبل الزواج. ما هو لا بيرسيبسيون، هي وجهة النظر ديالك نحو الزواج. واش هذا الشيء كيقدر يكون منطلق مثلا للبيئة اللي كاين عايش فيها مثلا واحد من الأزواج؟ تماما، شكون فينا حنا بالنسبة له راه هذاك هو الصحيح مثلا. عندك الحق، ناخذوا معها في المجتمع ديالنا. قبل ما كنتزوجوا كنكونوا شفنا حالات عشناهم، كنكونوا شفنا بعض الاشخاص اللي في المحيط ديالنا، كنسمعوا بعض القصص. دابا والدينا مثلا والدينا مثلا وسائل التواصل الاجتماعي
قعدنا حنا كنديفيلو في القصص وكنكونوا مجموعه من الجروبات والمجموعات اللي كينشروا هاد التجارب السلبيه كتخلق عندك واحد المعتقد سلبي وخوف من الوقوع في هاد الحالات يؤدي الى تكون عندك اون سونسيبيليتي كتكون عندك واحد حساسيه زائده كيولي عندك المعتقد انه ملي كنتزوج يجب فرض سيطره للهروب من معتقدات او من تجارب سلبيه تؤدي الى انك تقع ان ديسفونكسيونمون. هذا كنسمي مشكل معتقداتي امها جاي من ما قبل الزواج، ولكن ماشي كلشي كيوقع ليهم لو ديسفونكسيون ديال ميزان القوه والضعف جاي من المعتقد. كاينه حالات واحده اخرى هو ان جوج الناس كيف ما وصفتيهم كيقدروا يكونوا داروا اون بون كونيكسيون، داروا واحد التمازج ايجابي في بناء العلاقه، ما نقولوش مثالي مي صحي الى حد ما. واحد الطرف هز الصبر مره كيهز هذا مره كيهز هذا وكيقدر يكون فونكسيونيل، يعني كنقدروا نوصلوا به الى الزواج، ولكن كيقدر يكونوا كنسميوهم الاضطرابات الظرفيه. اشنو هي الاضطرابات الظرفيه؟ كيقدر واحد الانسان كيكون عاش غير حاله واحده، سير جيب لي كاس الماء، وواحد قال لك لا سير جيبو راسك، يعني عطيتك مثال بسيط جدا، يؤدي الى خلق وكيفيق واحد المعتقد قديم عنده هو انني تم الاهانه ديالي او تم سوء المعامله ديالي، وكيخلي الانسان يعوض هذيك الحاله الظرفيه اللي وقعت وكتولي انونكراج. اشنو هو؟ هو الترسيخ. كتولي اليوم كندير بهذاك الاسلوب وكنعيش المود النهار اللي من بعده حتى كنخلق معتقد جديد وكيمشي معايا في لو كوبل، مما يؤدي الى انهيار العلاقه. فهمت. وهنا يعني كنضر على دور بسيطه، هي موقف بسيط جدا علاش كنقول دائما الزواج هو منظومه علميه صحيه اساسها الوعي. راه لا يمكن انجاح علاقه راه يكون الانسان عنده جميع الميكانيزمات وجميع الاخلاق والقيم اللي كتقدر تكون في الكون، ولا ما عنديش وعي ذاتي بان ميكانيزم بسيط يؤدي الى انهيار العلاقه يؤدي الثمن كيكون غالي. وهاد عدم التوازن ديال القوه والصراع عليه يؤدي الى جوج حالات، يا كنعيش علاقه سامه كنبقى عايش بها طول حياتي، هي كتؤدي الى الطلاق وفشل العلاقه. وهنا كنكونوا خسرنا ان كوبل كان بامكاننا نقدروا الان الحلول كيفاش نوازن. الو هنا نقدر نوازن اول حاجه. نعم. القوه دائما امامها كتجلى لي في ربعات المجالات. اول حاجه في الزواج في حد ذاته هو كيفاش كنكون التموضع ديالي، كنسمو التموضع النفسي ديالي في لو كوبل، في العلاقه الثنائيه بين الزوجه والزوج. كيفاش كناخذ والعطاء مثلا؟ مثال بسيط. نعم. مثال بسيط. انا مقلق ما نقول صباح الخير، هو نوع وهذا شيء شائع جدا. نوض تاكل ما نقولهاش. هناك هو واحد بالو راه جبود كيف كنقولوا، بحال انا اللي كنثور بطريقه صامته او طريقه انفعاليه، هو ما كيعرفش على انه يقدر الطرف الاخر يشوفه على انه تهميش. انا هناك كنعوض الضعف ديالي، ولكن انا احيي اضطراب عند الطرف الاخر معها. فهمت. وهنا كنشوفوا لاكيمولاسيون، دونك هنا كنسميوها تصرفات غير صحيه في اطار العلاقه الزوجيه ما بين الزوجه والزوج. وهنا كنرجعوا لا جيستيون دو كونفلي او لا جيستيون دو ليموسيون، دائما كنرجعوا الوعي وهذا موضوع كبير. وهنا كنرجعوا لفكره لا يمكن الحديث عن زواج في ظل غياب وعي للتحكم في الذات والتحكم في العاطفه. نعم. الشق الثاني هو التسيير ديال البيت. نعم. لا جيستيون ديال البيت، كيفاش كناخذوا فيها قرارات على ان هنا كيبان لي صراع القوى. اسيدي انا ما سوقيش، يلا فيق الصباح. انا ما غنديرش انا جبود ثاني كيف قلنا واحد الطرف. ولو مثلا الزوجه غنوض غنهز راسي ونمشي نسمح مثلا في كل شيء، وداكشي اللي موافق نديرو يعني في الايام العاديه. انا ما كنقولوش الزوجه ولا الزوج، كنقولوا دولي ولا الزوج مثلا هو المعين المالي، انا غنمشي ونخليكم ودبر راسكم. هو 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 راه غضبه، ولكن ما كنعرفش بان الطرف الاخر كيحس بانه عقوبه. اكيد. وهنا كيولي انا واحد قوي، كل واحد كيستعمل الاسلحه ديالو من اجل معاقبه الاخر. وهنا كنسميوها لو بوزيسيونمون دو كوبل، يعني كيفاش كنتموضع في لو كوبل ديالي. هو بناء يعني ما كايناش واحد المرونه يعني في المعامله تماما. نعطيك مثال. وهنا كنرجعوا لي ريبونس استراتيجيك ديسفونكسيونال، هذيك الاجوبه الغير نظاميه. مثلا واحد من الطرفين عنده قوه ماليه غادير ان كومبونساسيون، هو انني غادي نهرب مثلا، غنهرب دبر لراسك دبر راسك. وكاين طرف اخر حتى هو غادير ان كومبونساسيون باغ ان ايفيتمون،
اش غادي ندير هو انني غنسحب من المسؤوليه وهنا كنكونوا دخلنا كل واحد كيحس براسو ضعيف وكندخلوا في مشاحنات تؤدي الى انهيار العلاقه الزوجيه. الشق الثالث هو كنسميوه شق الاولاد، طريقه تسيير الاولاد. ملي كنكونوا كنقدر ننتقم عن طريق الاولاد، كنفيطر القوه ديالي هو انني كنجر واحد الطرف من الاطفال معايا او انني كنلقي بابدلال المسؤوليه على الطرف الاخر كنوع من البحث عن القوه. وهذا ثاني غلط كبير جدا. شنو دخلنا الولاد في المشاكل اللي عندنا؟ شوف انا شحال صعيب هذا الشيء، زعما كيبان راه بسيط، كيبان لا ماشي بسيط، راه هذا الشيء مهم بزاف. راه هذوك الوليدات راه غادي نعيشهم ازمه نفسيه تماما. الشق الثالث اللي هو مهم هو الشق المالي او العمل. هو ان واحد الانسان هو كيفرض، اللي هو اللي قلناه في البدايه، هو ان ملي كتكون عنده العمل كيفاش غادي نتبوزيسيونا، كيفاش غادي نتموضع من خلال القوه ديالي كمعيل مالي او كتسييري. اللي بغينا نعرفوا هو انه خص الناس اللي كوبل اللي كيدخلوا وعندهم وعي وباغين يهربوا من هذا الحاله، من حاله ديال الصراع ديال القوه، ان البحث عن القوه هو اساسه ضعف. الى ما درتيهاش في راسك عرف اوتوماتيكمون انك غادي في لابسيكوباثولوجي، غادي كتغذي افكار مرضيه. الى كتقلب عليها وتشخش على انك تقلب على موضع، عرف بان خصك علاج ذاتي كيبدا منك انت. وطريقة التفاعل مع سلوك مثلا نقولوا غير صحي للطرف الآخر، استعمال القوة ليس حل، هو فقط ترسيخ إلى 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 عدم استقرار يؤدي إلى نهاية فاشلة. نعم. وهذا شيء مهم الآن جدا. الآن من أجل موازنة القوى أستي حمزة، فتكلمنا من أجل يعني أول حاجة نتخلاو على كل ما هو قوة ونعرف أنني أنا تماما فوالا أنا والزوج ديالي رحنا. والزواج هو ليس صراع في حلبة. نعم. هو الزواج هو عبارة على مؤسسة خصني نحط الهدف ديالي هو الأمان، وملي يكون مشكل بلاص ما نمشي ونقلب على الحل من خلال مواجهة مرضية نمشي نحو الحوار. اشنو كيضرني؟ بلاص ما ندير ردة فعل مرضية نمشي عند الطرف الآخر نقول لها شنو كنحس وهاشنو هي الشيء السلبي اللي أنا ما قادش نعيشه معك، وكنفضل حلول. وهنا غنبقاو على ان تستمر العلاقه. نعم. ودائما كنقولوا على ان هناك حلول علميه، هناك حلول مرافقتيه. نعم. ودائما هناك حلول نقدروا نتجاوزوا بها هذه الحاله السلبيه. كيف ما قلتي، لما لقيتش الحل انا وياك فهنالك يعني المرافقين اللي غادي يقدروا اننا يلقاو لنا حل. تمام. قالي غير نشكرك على التوضيحات كالعاده. الله يبارك فيك. كوتش حمزه حسيني. مشاهدينا اللحظه نمر لفقره نصائح في التغذيه. سي نبيل السلام عليكم. وعليكم السلام. لابس اللون المفضل ديالي انا وياك. اكزاكتومون. اذا سي نبيل، بعد ما تناولنا يعني تكلمنا في الحلقه الفارطه على بعض العادات اللي نقدروا اننا نقلعوا بها عن التدخين، فاكيد كاينه اطعمه وكاين ايضا اعشاب كتساعد بشكل كبير انني نقل او اقلع على هذه العاده السيئه، سواء يلاه باغي نقطع او لا من بعد ما غادي نقطع. نعم. هي كاع المعلومات اللي كاينه تتبقى معلومات عامه وطيوغي كما تنقولوا، يعني نظريه ما كايناش شي حاجه اللي هي اون سوليسيون ماجيك اللي هي سحريه واحد شي غذاء سحري اللي غادي ناخذه في الصباح وفي العشيه غنقلع التدخين، ولا غناخذه في العشيه والصباح نصبح ما تندخنش. الا عقلتي اهم حاجه قلنا في الحلقه اللي فاتت هي الرغبه، هي لا فولونتي، الاراده القويه اهم شيء باش نقلع عن التدخين. الامور اللي غادي نطرقوا لها واللي غادي نذكروها وغادي نتحدثوا فيها الان تتبقى امور اللي هي تساعد، اللي ربما تقلل من الرغبه في الاحساس، اللي ربما غادي تعاونني واحد شويه بواحد النسبه معينه، ولكن نقدر نقول لك بانه تتبقى واحد 80% الا ما كانتش اكثر رغبه الشخص، هي الرغبه ديال الشخص والاحساس بالشخص بالاهميه ديال الاقلاع عن التدخين وبالاضرار ديال الاستمرار في التدخين. نعم. سورتو اذا كان كما قلنا مصاحب واحد النظام غذائي اللي هو غير جيد. نعم. دونك ملي تنكونوا في التدخين، مش تنجيو باش نقلعوا على التدخين، تنجيو بواحد الجسم اللي نقدر عطيتها من قبيله انت تتهضري وانا تنقلب على الكلمه. نقدر نقول واحد الجسم اللي هو منخور غذائيا، واحد الجسم اللي هو ما فيه ما يتشاف من الداخل. سوغ لو بلان من الجانب ديال الفيتامينات، من الجانب ديال مضادات الاكسده، من الجانب ديال الخلايا، ما فيه ما يدار. دونك خاصنا اولا الهدف من النظام الغذائي من بعد التدخين هو التدارك بواحد الدرجه قصوى. ريستركتوري اكزاكتومون، يفو ريستركتوري ريكونستروير
ريباري باقرب وقت ممكن باسرع طريقه باش يمكننا نصلحوا بعض الامور اللي كاينه داخل الجسم، وفي نفس الوقت بعض الامور اللي تتهبط ليا من الاحساس بالرغبه في التدخين. دونك اول حاجه تلقاوها اللي هي مثبوته علميا ونظريا هما لا فيتامين سي. الوغ علاش هاد لا فيتامين سي؟ جوج ديال الامور. اولا لانها سي لا فيتامين لا بلو سونسيبل اللي كاينه في الطبيعه. واحد الفيتامين اللي هي حساسه بزاف. وبالتالي الجسم عند الجسم المدخن تيكون تيفتقر بواحد النسبه كبيره للفيتامين سي. وهذا هو اللي تيعطيه ضعف في المناعه، هو اللي تيقدر يعطيه مشكل ديال فقر الدم، هو اللي تيقدر يعطيه مشكل ديال الذاكره، مشكل مجموعه المشاكل جايه من النقص خصوصا ديال هذا الفيتامين ديال الفيتامين سي. دونك اول شيء تنديروه ملي تنهضر على الفيتامين سي بطبيعه الحال تيمشي بالنا ديريكتومون لي زاغروم ولا الليمون الحامض اكسيتيرا، ولكن يمكن نلقاو بلاصه اخرى هذا موضوع اخر. الفلفله اكزاكتومون. داكشي علاش تنصحوا المدخن في هذيك الفتره ديال الايام ولا الاسابيع الاولى على الاقل واحد جوج كويسات ديال واحد جو دورونج ولا جو سيترون باغ جور. اولا تتخلي له هذاك المذاق فمو وتتقلل من الرغبه باش انه يحس بالتدخين. كاينه نقطه اخرى من غير هذه المساله ديال لي زاغروم هي التناول ديال الزريعه. تنهضروا على الزريعه ديال نوار الشمس او لا الزريعه البيضاء. اليقطين، بذور اليقطين. نعم، علاش؟ لان اولا تتساعدنا في اصلاح ما تم افساده خصوصا الزريعه البيضاء بالنسبه للرجل وعلاقتها بسرطان البروستات. دونك التناول ديال واحد الكميه اللي خصها تكون بين قوسين، خصنا نردوا البال للزريعه لانها غنيه بالدهنيات وبالتالي تجيب لي سعرات حراريه كثيره. فملي تنهضروا على الاستهلاك ديال الزريعه ما تنهضروش على واحد الاستهلاك ديال 10 دراهم في النهار، واحد الاستهلاك ديال 2 دراهم في النهار ديال الزريعه. علاش؟ باش تنلهيو روسنا شي شويه. ديما اليد تكون عامره ويكون فيه شي حاجه، بحال اللي كيدير المسكه حتى هي. كاين بعض الناس اللي كيديروا المسكه كتعويض على ياك. بزاف تيديروا هذه المساله ديال المسكه. دونك غير بالنسبه للزريعه ماشي ضروري ناكلها كلها في دقه واحده، نقدر نفرقها على طيله اليوم. وبما انك شرتي لهذه النقطه، بين النصائح اللي تنعطيو الناس اللي تيقلعوا على التدخين انهم ما يبقاوش في الوجبات ديال الفطور غدا عشاء. اوليو باش نديرو ثلاث وجبات رئيسيه تنقدروا نمشيو حتى لسته ولا سبعه الوجبات. اكزاكتومون، تيكونوا دي غوبا ديال وجبات صغيره بتي فوليوم، ولكن تيبقاو مفرقين طيله اليوم. مثلا الفطور، مثلا غادي نفطر في الدار غناخذ كاس ديال اتاي، مثلا غناخذ معاه واحد شويه الخبز وزويته بلديه، نقدر مع العشره غناكل فرماجه. دونك فرماجه غناخذها بوحدها انا خارج البيت. في الغداء مثلا غنقدر ناخذ واحد الطبسيل ديال لا سالاد، من بعد واحد الساعتين غناخذ واحد الفروي، من بعد واحد الساعتين ربما عاد غناخذ طريف ديال الخبز والحيمه ولا خضيره. هذه واش مع لونفي؟ هذه ملي كتجيني لونفي يعني غادي نبقى غادي بحال هكا. اكزاكتومون، اشاك فوا كتجي هذيك لونفي او الوغ. هنا كاين جوج ديال الامور. كاين اللي تيقول لك في بدايه الاحساس ديال لونفي خصنا نمشيو في هذا الاتجاه. كاين اللي تيقول لك اودي قبل ما توصل الاحساس ديال لونفي، لان تقدر توصل لهذيك لونفي وما تحكمش في راسك. دونك على كل ساعه ونص ساعتين دخل شي حاجه للجسم ديالك، لهي راسك، لهي الفم ديالك، لهي الجسم ديالك. علاش؟ لان خصنا هذاك التركيز اللي كان عندنا وداك اللي غادي نمشيو داك الترقص نمشي نشعل اون سيكاغيت، ترقص دير شي حاجه اخرى، كل شي حاجه دخلها للجسم. نشغل بالي. اكزاكتومون. دابا هاد نشغل بالي حتى هي كاينه من غير الجانب الغذائي، كاين هاد شغل بالي. غنشغل بالي اما بغا نقرا شي حاجه اولا غادي نسمع شي حاجه، لان ملي غادي نمشي تنسمع تنلهي نفسي مع داك الشيء اللي تنسمع ولا داك الشيء اللي تنقرا، ربما غادي ننسى هذيك المساله ديال انني ندخن. كاين نقطه اخرى تيقول لك ان من بين الامور كذلك اللي خصها دار، سير لراسك الاماكن اللي ممنوع فيها التدخين. شحال ما دخلتي فيها مثلا اوليو باش دوز القهوه سير بحالك دخل للدار، مي غتكون جالس مع الوليدات اكس. هذه كلها امور اللي يمكن اننا نديروها باش نقصوا شويه من هذا الاحساس بالتدخين. بطبيعه الحال ملي تمشيو نرجعوا للنظام الغذائي، قلت بان الاغذيه اللي غنيه بالسعرات الحراريه تنبعدوا منها ما امكن. علاش؟ باش ما تزيد ليش في الوزن بسرعه، ويقدر هذاك المدخن يندم علاش زاد هذا، حيت هذيك دابا ديك الزياده في الوزن لماها المشكل فيها شنو هو؟ هو ان الشخص يكون ولف سنوات بواحد الوزن ديال 60 كيلو مثلا. هذاك الوزن ديال 60 كيلو راه ماشي هو الوزن المثالي بالنسبه ليه، هو وزن اللي ناقص على الوزن المثالي، ولكن هو ولف به سنوات. هو عاجبو راسو هكاك. مزيان. نعم. ملي تيجي يزيد واحد 4 كيلو ولا 5 كيلو هو راه عاد وصل للوزن اللي خصو يوصل ليه. ولكن تالما هو سنوات ناقص الوزن، ملي تيدوز هذيك المرحله ذاك الوزن اللي خصو يكون فيه هو مثلا ديال 64، تيقول ناري انا زدت في البوا، ولكن لا راه هذاك هو البوا اللي خصك تكون فيه، راه البوا اللي كان عندك قبل
راه بوا انورمال، راه ماشي هذاك هو البوا اللي كان خاصك تكون فيه. دونك هنا ماشي اي زياده في الوزن راه مضره، ماشي اي زياده في الوزن راه سلبيه وخصنا نردو معها البال. فوقاش نوليو بطبيعه الحال ملي تنوصلوا للسمنه ولا تنوصلوا لهذا، ولكن الا تقدر تزيد واحد 3 كيلو ولا 4 كيلو وغيكون ايجابيه ليك، لكن انت اصلا من ديبار خارج بواحد الوزن اللي هو ناقص على الوزن اللي خصو يكون عندك. بعد ما تقدر ما تبانش عاوتاني مثلا الانسان اللي تيكون مثلا طويل القامه ولا هذا ما تاثرش. دابا المشكل انا تنقولها، شوف انا تنقول ذاك المشكل ديال 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو مقارنه مع الاضرار ديال التدخين راه ماشي مشكل، راه ماشي مشكل. ولكن حنا تنصحوا تنقولوا بانه مثلا بين النصائح اللي تنعطيو الابتعاد ما امكن عن السكريات. الشخص المدخن ما امكن شحال ما بعد على السكريات في البدايه ديال الاقلاع على التدخين، شحال ما غتكون نقطه ايجابيه، لان السكريات شوف عندها مثلا عندها تاثير سلبي على الخلايا الدماغيه. هذه مساله مفروغ منها، السكريات والسكر الابيض واحد التاثير اللي هو سلبي على الدماغ. نمشيو للسكريات الطبيعيه، من بين الامور اللي تنصحوا يا اما التمر يا اما الزبيب. نعم الوغ الزبيب مزيان يكون عنده في جيبو اشاك فوا عنده ديك الرغبه، فعاود ما يدير مسكه مثلا غيلوح واحد ثلاثه زبيبات ولا اربعه زبيبات لفمو باش يدير شي حاجه باش ان الجسم انه يعوض. فالابتعاد قلنا على السكريات والابتعاد على الدهون بشكل كبير، سورتو المقليات كذلك تنبعدوا منها، لان اللهم الا غنزيدوا في الوزن عاوتاني هذه نقطه اللي هي مهمه. زيدوا بطريقه مزيانه اكزاكتو. دابا هذيك الزياده في الوزن عاوتاني من بعد المشكل ديال من بعد الاقلاع عن التدخين تتكون واحد الزياده. الا كانت الزياده بطريقه اللي هي ايجابيه وباغذيه اللي هي طبيعيه نقدروا نغمضوا عينينا شي شويه، سورتو الا كان هذاك الوزن اللي خصني نوصلوا له. المشكل اللي تنوقعوا فيه شنو هو اختي معاه؟ انا تتم الزياده في الوزن، ملي تنجيو نديروا لونكيت اليمونتيغ ديالنا تلقوا بان هذيك الزياده اللي تزادت باغذيه اللي هي غير صحيه، باغذيه اللي هي مضره بالنسبه للجسم، تنوليو عاوتاني خصنا نبدلوا هذيك النظام الغذائي وتنوليو فواحد الامور اللي هي اصلا هو الجسم اكزاكتلي خارج بواحد النتيجه، يعني كما قلت جسم منخور كما تكلمت عليه. وتنزيدوا نعطيو امور اغذيه اللي هي سلبيه، فهنا تنوصلوا فواحد المساله اللي هي حنا ما خصناش نوصلوا لها وخصنا نتفاداوها. لهذا فنمشيو بطريقه اللي هي ايجابيه، نمشيو باغذيه اللي هي مفيده بالنسبه للجسم ديالنا، وتنعاود ناكد على الرغبه واخا. والاعشاب اش من عشبه مثلا؟ مزيان ملي تنهضروا على الاعشاب ما كاينش، شوف انا غنعاود نقول حتى بالنسبه للاعشاب ما كاينش هناك اعشاب اللي غادي تشربوا غيحيد لك الرغبه من الليل للصباح. شنو تناخذوا؟ تمشيو للاعشاب المهدئه باش ما تكونش النرفازه، ما يكونش هذاك لو ستريس، ما يكونش هذاك التوتر. هنا تمشيو للويزه مثلا، تمشيو للبابونج لا كامومي او لا الجينسانغ، سمعت حتى هو مزيان ممكن. تنصحوا بزغيبه ديال الزعفران حر، زغبه وحده في كاس ديال الماء، في اتاي ولا في كاس ديال الماء. دونك تيساهم كذلك باش ان الشخص تيتهدن واحد شويه، ما تيبقاش ديك النرفزه ديال انه ما كناش انه ما هذا. هنا بطبيعه الحال ماشي ضروري ياخذها تلين، ماشي تلين عاد ياخذها، ممكن ياخذها ابتداء من على حسب طبيعه العمل ديال كل واحد، ولكن مباشره من سالي العمل ممكن ياخذ واحد الكاس ولا جوج في اليوم باش تكون هذيك عنده ذاك الافي اللي كيهدى، وتنبعدوا من هذيك النرفزه اللي غتقدر تكون نتيجه الحبس ديال السجن. شكرا لك سي نبيل عياشي على التوضيحات. امين امين يا ربي، هادشي اللي كنتمناو للجميع. شكرا لك سي نبيل عياشي. مشاهدينا اللحظه نمر لفقره امراض وحالات. دكتور غسامر فرحي السلام عليكم. اخبارك؟ لاباس عليك؟ اهلا وسهلا. النهار انت اخصائيه في امراض القلب والشرايين هنا بمدينه الدار البيضاء. اليوم غادي نتكلموا على دولور توراسيك او لا الم الصدر. هذا الالم على مستوى الصدر يقدر يكون عنده مجموعه ديال الاسباب، مشاكل على مستوى القلب والشرايين، مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، يقدر يكون فقط يعني مشكل على مستوى العضلات. دونك هنا يعني الاسباب متعدده، ولكن دائما الم الصدر يا دكتور تناخذوه بجديه وكنمشيو للمستعجلات نديروا واحد التخطيط ديال القلب باش نعرفوا ان اللي كنخافوا منه هما المشكل ديال القلب والاوعيه الدمويه. تفضل. فعلا مها، اهلا اهلا مشاهدينا الكرام. الوغ اي واحد حس بالم في الصدر خاصو يبادر سريع يمشي لي زورجونس المستعجلات باش يشوفوا طبيب ويدير تخطيط القلب، ولا استدعى الامر ربما فحص الصدى وتحاليل الدم باش حنا اوني اوريونتي كنتوجهوا للحاله ديالو. وفي اغلب الاحيان خاصنا خصوصا اذا كانوا عوامل الخطوره اخرى مثل السكري، ارتفاع الضغط الدموي او التدخين مثلا، لو سكس ماسكولان ولا لو ستريس، الضغط في
في العمل ولا في الحياه اليوميه، خاصنا نمشيو نقلبوا على واحد المشكل اللي هو كيخلعنا حنا. واول حاجه كنفكروا فيها ملي كيجينا الم مريض كيتشكى بالم صدر هو انسداد شرايين القلب. هذا اول حاجه. وبحال اللي قلتي راه كاين اسباب اخرى عديده اللي هي التهاب الغشاء ديال القلب او التهاب العضله ديال القلب اللي كنقدروا نشوفوها مثلا في حاله كوفيد او امراض اخرى ما عندها علاقه بفيروسات ولا امراض باطنيه مثلا. نعم الا سمحتي دكتور فرحي، شوفوا الحاله اللي معنا اليوم ونرجعوا نواصلوا الحديث ديالنا. من بعد واحد اون سيونس ديال الرياضه حسيت بواحد الضيق في صدري، ضيق كبير اللي تتحس الواحد تحس بصدره غادي تهرس. ما عطيتوش اهميه في الساعه الاولى، ولكن بنتي قالت لي كاين مشكل. هي اللي عيطت الاخ تاع الطبيب، حتى هو عيطت للاخ قالت لي هذا عنده ها شنو وقع له، عندي العرق العرق بلا قاعده فهمتني. قالت له فوالا ها هما لي سيمبتوم، شنو غنديرو. هزوني داك الساعه داوني لواحد الكلينيك اللي غير وصلت عندهم دخلت للمعالجه. اي بي من ذاك الوقت من 97 وانا حاضر راسي كل 3 شهور ولا كل 6 شهور تندير فحص طبي باش نشوفوا واش فين وقع شنو اللي كاين. حتى انا الادويه من ذاك الوقت وانا متبعها من ذاك الوقت ولا الريجيم اليمونتير تري سيري. اذا كيف ما شفنا دكتور فرحي الحاله اللي معنا اليوم ديال واحد السيد اللي جاتو اون دولور توغاسيك، الم على مستوى الصدر، مشى للمستعجلات واكيد لقينا داكشي اللي كنخافوا منه اللي هو انسداد على مستوى الشريان. فعلا هنا طلب انه الامر طلب انه يقوم بعمليه قسطره وديبو الشيء هذاك الشيء. فعلا المريض ديالنا جاء الم في الصدر، هو عنده ارتفاع الضغط الدموي ومشى جا شافنا في لا كونسلطاسيون. دونك درنا فحص، درنا تلفازه، الحمد لله بالنسبه ليه هو ما كانش عنده شي جلطه شي حاجه تري جورجونت، ولكن كان عندنا واحد لو سيندروم دو مناس، واحد ان سينيال دالارم اللي هو الم الصدر. ومنين درنا التخطيط ودرنا التلفازه وانا كومبليتي بلا كورونوغرافي اللي هي القسطره، عطانا معلومه بان عنده واحد العرق خاصو يتسرح، عرق مشدود ومزير بزاف خاصو يتسرح. دونك لما سرحنا له داك العرق وخذ الادويه المناسبه دابا تحسنت الحاله ديالو الحمد لله. الحمد لله. اكيد دكتور منين هنا تيكون هذا الالم الصدر يعني عند واحد الشخص مدخن، هنا فاش نقدروا نكون نفكروا؟ الوغ ملي تيكون الشخص كيدخن اول حاجه خصنا اوندو اليميني لا ترومبوز كورونير ولا انسداد العرق مبوشي، انسداد شرايين. هذا تيكون معاه ملي تزاد معاه كوليسترول ولا شي كاين بلا ما يكون دي بلاك دو كوليسترول. يقدر يدير ان سبازم لي فومور سواء التدخين او مسائل اخرى، حيت لا نيكوتين في حد ذاتها اي لونترين دي سبازم. لي سبازم هي واحد العرق كيتزير بحال ان الاستيك كتجبد الاوعيه الدمويه كامله ماشي غير القلب، الاوعيه الدمويه الدماغ يعني معلوم داكشي علاش كيخصنا مي كيكون عندنا دي سيمبتوم اعراض خاص الواحد يتوجه في اقرب وقت لعند الطبيب باش كنبداو بعد على الاقل ادويه وتشخيصات باش ما يضيعش الوقت. سواء تقدر تجي هذا مثلا في عرق ديال الراس او عرق ديال القلب. نعم. وعلاش الاكثر تاثر يعني بالنسبه لعروق القلب او الشرايين هو الشريان التاجي دكتور؟ الوغ الشريان التاجي هي كلها شريان تاجيه لي كوغونيغ بحال لا كوغون حيت دايرين على القلب. هادوك سي لي زارتيغ سوبرفيسيال، عندنا واحد ثلاثه ديال العروقه مهمه، كاين العرق ديال الحياه اللي حنا كنسميوه عرق ديال الحياه، عندنا واحد لو ترون كومان كيعطي جوج ديال العروقه، واحد العرق ثالث. هذوك العروقه هما العروقه الكبار، ولكن بعد النوبات كاين شي حالات اللي كنديروا لا كوغونوغرافي وكنلقاو العروقه الكبار ما فيهم حتى شي حاجه، ولكن يقدر يكون لا ميكرو سيركولاسيون العريقات الصغار هما اللي فيهم هاد لي ترومبوز اكسيتيرا. هنا كنحتاجوا نديروا تشخيصات اخرى، فحوصات اخرى بحال الفحص بالاشعه وفي غالب الاحيان ليغام كاردياك، الفحص بالمغناطيس
المغناطيسي يعني اللي غير كاردياك فوالا هي اللي كتبين لنا واحد النوع من الاعراض ديال لي باثولوجي اكورونير سان لي باثولوجي كاردياك ولا باثولوجي فاسكولير كاردياك اكورونير سان يعني دوك لي زارتير كورونير الكبار اللي حنا كنمشيو نقلبوا عليهم بالقسطره اللي كيبانوا لنا بالاشعه هذوك ما تيكون فيهم والو ولا تقدر تكون فيهم شي حاجه مثلا وملي عطينا الدواء تسرح العرق ولا داك الدم اللي كان مكبد داز وقدر يمشي يبوشي العريقات الصغار فوالا هذا سي واحد لو شابيتر اخر نعم مفهوم باش نرجعوا نبقاو في الموضوع ديالنا اللي هو لا دولور توراسيك فهذا الالم ديال الصدر كلها واحد وكيفاش كيشرحوا لينا وهو انواع كاين اللي تيقول لك عندي اون دولور لوكال ديزي او نيفو ديال لا بواترين كاين اللي تيقول لك راه كنحس بحال عقلتي راه النقصه كنحس بحال واحد الطعنه بحال شي موس دخل ليا في العضله ديال القلب كاين اللي تيقول لك لا راه بحريق كيجي وكيمشي كاين اللي تيقول لك راه حريق كيجيني او نيفو ديال لا بواترين وسارح ليا مع اليد اليسريه هما انواع شنو هو النوع اللي فريمون نخافوا منه ناخذوه بجديه كبيره بزاف الوغ النوع اللي نخافوا منه ناخذوه بجديه هو النوع اللي المريض كيشد حقه بهذا الشيء دار هذا لو جيست بالضبط كيزير على السرير يعني الحريق كيزيره هنا في الالم في الوسط ديال الصدر وقد نمشي مع الكتف مع لا ماشوار انفيريغ مع لو مومبر سوبيريغ غوش لو برا غوش حتى لو بواني داكوغ ابخي كاين دي دولور اتيبيك هذوك لي دولور اتيبيك يعني ما تيكونش كيبدا يجي الحريق ويمشي كيبدا بحال قلتي عنده شي نغيزات ولكن المريض اللي فريمون حس بتزير ولا ضيق في التنفس ما خصوش يضيع في الوقت خصو يمشي هذه تقدر مثلا تكون علامه على شي نوبه قلبيه جايه مثلا تكون عندها علاقه بجلطه قلبيه فعلا فعلا اكزاكتوم دونك المريض اللي عنده هاد الاعراض الحريق تزيار في الصدر ديالو واللي دوز فيه واحد المده وما فاتوش الحل خاصو لابد يمشي يدوز استعجالات في اي وقت الليل فعلا كاين واحد النوع اخر مثلا تيجي سورتو لي فام سكون ابل حنا لو سيندروم دو تاكوتسوبو لي فام كي سون تري ايموتيف كان حنا كنخدموا المشاعر ديالنا وكناخذوا في قلبنا وكيكون واحد شويه ديال الضغط حساسيه شويه الحساسيه حساسيه وكاين الضغط ايتترا ولا مثلا تتكون لو ستريس ايموسيونيل ملي تكون كتسخ الخبر لشي معلومه ولا حفظ شي ديسي ولا كيكون ان كرون بروبليم ايتترا تتكون اون ديشارج ديال لي هرمون دو ستريس لي كاتيكولامين هذاك تنسميوه كي سي ان سيندروم كي سيمول اللي هو كيشبه لانفاركتوس دو ميوكارد هاد الجلطه القلبيه سميتو سيندروم دو تاكوتسوبو كي تري فريكون شي لي فام الفرق بينه وبين الانفاركتوس سي كو هذاك ملي كتمشي كدوز تخطيط تيكون نفسه التلفازه عندها واحد لي سيمبتوم اللي كنتايا تيقدر يكون القلب ما كيتحركش فواحد واحد لي تيريتوار ومهم اي بو ريسومبلي ولكن ملي كنديروا القسطره كنلقاو القسطه العروق ما فيهم والو حيت تيكون وقع واحد الانسداد بسرعه غير فجاه وقع واحد لو سبازم كورونير تري امبورطون اللي ادى ان داك لو تيريتوار ديال العروقه اللي تبوشه وصل انه بحال داروا انا فاكتوس ولكن الحمد لله لحسن الحظ هذا لو سيندروم افيك لو تريتمون يل ريكوبير الفرق بينه وبين لافاكتوس سي كو ملي كنديروا مثلا اللي كنشكو فيه وكنكومبليتيو ليكزامان ديالنا بليغام كارديك بالفحص المغناطيسي كيبان لنا بان ما وقعش واحد ما ماتتش العضله دونك العضله باقيه الخلايا ديالها باقيه حيه ومع الادويه ومع الراحه بيان سور كي فو لوتي كونتر لو ستريس كتسترجع لا فونكسيون ديالها العاديه دونك هادو مفهوم يعني اول حاجه اللي غادي ناخذها بعين الاعتبار هو فجيني الم على مستوى الصدر باش نرتاح غادي نمشي للمستعجلات المستعجلات غادي يديروا لي ان سي جي غادي تكون القراءه ديال لو سي جي دي فوا كيطلبوا مني انني جو كومبليت بلي تروبونين اولا ديك التحليل باش نشوف واش عندي مشكل ياك الا كان ما كتكون مازال تيكون مازال واحد شويه ديال الشك في بعض الحالات الا درنا التخطيط تيكون عندنا لو زاغونستيك باين في التخطيط ما كنحتاجو ما كنتسناوش التحليله كنمشيو ديريكتوم على القسطره وكاين حالات اللي تيكونوا انترميديير تيكون دي فاكتور دو ريس دي دولار اتيبيك الحريق كيجي وكيمشي وكيمشي وكيعاود يرجع كنعاونوا بداك لا تروبونين كاين حالات اخرى اللي مريض تيقول لك انا عندي فم المعده كيمشي عند الطبيب ديال الجهاز الهضمي كيمشي يدوز عند لو غاسترو وكيبقى يدور وياخذ الادويه ديال الحرقه والادويه ديال هذا مور القلب الوغ كاين بعض الاطباء اللي هما على بال وتنشكروهم لي غاسترو اللي كينزاد لي مالاد فوالا كيفكروا في هذا تيقول له شوف هاك هذه الادويه ولكن ضروري تشوف طبيب القلب وكنلقاو حالات غريبه ديال دي مالاد تري سيفير اللي هو مشى غير عند شي طبيب ان اوتر سبيسياليست مثلا و الى اورينتي فيغ لو كارديو il faut toujours penser à l'urgence cardio vasculaire واكيد تتبقى الوقايه هي محور يعني بالطبع. اهم محور في هذه الحصه كيفاش نحمي نفسي من هذا لا دولور توراسيك انا نقدر نبدا بمساله طبيعيه بسيطه هي لو ستريس
فعلا يفو جيغي لو ستريس ديالنا نعم باش نحميو فينا من الالم. دونك الوقايه خير من العلاج نعم. وحنا لو غول ديالنا حنا كاطباء هو اول حاجه هي الوقايه لا بريفونسيون بريمير قبل ما يوصل المريض لهذه الحاله ديال الجلطه القلبيه او الدماغيه او قصور عضله القلب مثلا. خصنا الى جعنا مريض بدا شويه بدات كتطلع عليه ارتفاع الضغط الدموي ولا كان كيدخن خصنا ولا بدا نقنعوه انه يقلع عن التدخين بجميع الوسائل. دابا الحمد لله كاين وسائل طبيعيه وكاين دي ميثود نقدروا نهضروا عليهم من بعد لاكوبونكتور ايتترا لا ميثود دو شابي. دونك سي دي ميثود كي اون دي ريزولطا اكزاكتومون. ولو ستريس بيان سور فير ان travail sur soi lutter contre le stress c'est pas toujours الرياضه الرياضه باش نتكلموا على القلب نتكلموا على الرياضه ياك دكتور فرحي السكريات الوقت خصو يتفادى السكريات الوزن السمنه رياضه ضروريه 30 دقيقه في اليوم 30 مينوت بار جور دو مارش سي ان مينيموم ولا ساعه ثلاثه مرات في الاسبوع هي ملي كنفوتوا داك 15 دقيقه حتى 30 دقيقه تما في كيكون لي في ديال لا مارش. وبيان سور اللي عنده الكوليسترول خصو ينقص من الدهنيات يعني خص تكون عندنا واحد الحميه لكل شيء خص تكون عنده ماشي مول السكري ماشي عنده حمية مول الكوليسترول هو نظام غذائي او برنامج علاجي شامل فعلا سيت ان مود دو في سيت ان مود دو في كو تو الموند دوفري افوار يعني كلنا خصنا تكون عندنا نفس التغذيه نقللوا من السكريات من الدهنيات تكون عندنا الحركه ضروريه بحال الدواء لاكتيفيتي فيزيك ولا الرياضه خصها تكون واش غنشوفوا مع ياسين دابا غنشوفوا مع ياسين مرحبا خليني غير نشكرك على التوضيحات دكتور سمر فرحي وذكر انك اخصائي في امراض القلب والشرايين هنا بمدينه الدار البيضاء وفي نفس السياق دائما مع برمجتنا الخاصه في اليوم العالمي لمحاربة التدخين فبرنامج صباحية الدزام قررنا أننا نقوم بأسبوع خاص عن محاربة التدخين لأننا واعيين بالأهمية ديال هذه المسألة هذه وهذه الآفة الخطيرة على صحة الإنسان وعلى بيئتنا أيضا. ياسي اليوم اقترح علينا تمارين رياضية اللي غادي تساعدنا باش أننا نقلعوا على هذه العادة السيئة. ياسين السلام عليكم. وعليكم السلام. شو بارك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. شنو موجدنا اليوم؟ وشوف هذه الحصه فريمون خصنا سيغتو الناس اللي كيدخنوا وبغينا نوضحوا لهم بزاف ديال الحوايج لان بزاف ديال الناس ملي تيبقى يكمي بزاف ديال الوقت كيقول لك عرفتي عييت بغيت نبدا لو سبور وهنا خصنا نكونوا فريمون نتعاملوا ما كنجمعوش ما بين التدخين والرياضه. اي مدخن تيقول لك انا تنكمي علاش غادي نمشي ندير سبور؟ شوف ما يمكنش لي عاود نقول لك قطع الكارو باش تبدا دير الرياضه. يمكن لك تنقص شويه بشويه وتبدا الرياضه. غير انا اللي بغيت نشرح للمشاهدين اليوم هو شنو هو النوع ديال الرياضه وكيفاش خصني نتعامل مع الجسم ديالي من بعد ما انني كنت كنكمي بزاف. كيفاش نتعامل مع الجسم ديالي؟ وانا كناكد الشيء اللي قال الدكتوره هو انه لا مارش وبيان سور ماشي اي لا مارش او لا جري وجري ما خصوش يكون بعد لانتونسيتي كبيره. ما ندخلش ندير لا ميسكولاسيون نهز الثقل بزاف باش ما نرفعش الدقه ديال القلب ديالي بزاف وناثر على لي بومون ديالي. ولهذا انا كنصح الناس انهم بحال دابا اذا كنا كنجريو على برا يكون الجري ديالي غير بشويه اللي كنقولوا ليه حنا بتيت فولي او لا مارش اللي تكون مارش غابيد. وديما كنحاول نشرح للناس اللي كيديروا هاد لا مارش ولا مارش ديالي حاول نقاد لا بوزيسيون لان بزاف ديال الناس كيديروا لا مارش كتلقاه غادي مطيح ظهرو او لا ما مقادش ولا مارش راه عندها باش كنستافد منها الجسم ديالي وكندور لا سيركولاسيون ديال الدم ديالي في الجسم مزيان وكنستافد منها. هي عندها واحد الطريقه كيفاش كنمشي بها. اول حاجه خصني نحل الصدر ديالي او ماكسيموم. الراس ديالي ما خصوش يكون طايح في الارض خصو يكون هاز للفوق. وخصني ندير العمليه ديال الاستنشاق. الا كنبقى نحرك فيها يدي غادي وكنحرك فيها يدي نقدر بعض المرات كنشوفوا شي واحد غادي كنقولوا راه الا راه مسطي. بالعكس راه هذيك هي الطريقه الصحيحه اللي كنديرها لا مارش باش نحرك العضلات ديالي ونخدم لا ريسبيراسيون ديالي وخصني نتنفس. والتنفس ما عندوش علاقه بلي انني تنعيا عاد نبدا نتنفس. ولهذا الا كنتي اليكستيريور اليوم غادي نوريكم شنو تقدروا ديروا في داركم. ولكن الا كنتي على برا في الغابه او لا حدا البحر حاول دير واحد لا مارش غابيد. واذا كان عندك شويه ديال الجد دير بتيت فولي يعني جري بواحد السرعه اللي هي صغيره ولكن ما نعطيش لا فيتاس او نعطيش الجهد للجسم ديالي اللي نطلع فيه الدقه ديال القلب وهذه هي اللي خصهم يركزوا عليها. بالنسبه للحركات ديالنا يمكن لينا نديروا لو رونفورسمون او لو كارديو في بلاصتنا. باغ اكزومبل انا اذا كنت في الدار وبغيت ندير مثلا واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه ولا حتى 30 دقيقه كيف ما شرحت الدكتوره ما نكثرش على الجسم ديالي
ونشير للحاجه اللي خصني نركز عليها في الحصه الرياضيه ديالي ونتايه بادي وكتكميل الكارو، اللي خصك تركز عليه هو انه فاش نكون كندير الكارديو باغ اكزومبل هو نخدم لا ريسبيراسيون ديالي، وهذه هي الحاجه اللي كيفتقدوها الناس وما كيديروهاش في الحصه ديال الرياضيه ديالهم. انا مثلا تنخدم، نعطيكم واحد لي زيكزومبل اللي تقدروا ديروهم في الدار، اللي هو الكارديو 1 2 3 وانا خدام، ما نخليش راسي تنوصل ل 25 مره وتي قلبي يبدا يضرب بالجهد عاد نوقف ونبدا ندير نتنفس من الاول. سي با كاف، واخا ما كتحسش براسك كتعيا، ما كتحسش بالدقه ديالك طالعه، ولكن من الحركه الاولى خدم، دير هذه العمليه هذه. علاش؟ لان انت اصلا انت ملي كتكون مدخن محتاج انك تخرج هذاك ثاني اكسيد الكربون باش تخرج هذاك الشيء اللي كيكون عندك لداخل، ولا ريسبيراسيون تعاونك تتحسن من السوفل ديالك. نديروا حركات ديال الكارديو ونمشيو للغونفورسمون اللي انا كناكد خصو يكون ناتشورال، ما يكونش فيه الثقل ولا يكونوا فيه لي ماشين ولا لا شارج. الوغ في بلاصتي غادي نوقف في بلاصتي، شوفوا معايا غادي نهز رجلي، نحاول ما نرفعش الدقه ديال القلب. هذه الحركه يمكن لي نديرها من 20 حتى 30 ثانيه، وديما نحاول نتنفس مع الحركه ديالي. خمسه اربعه ثلاثة جوج واحد، نوقف في بلاصتي، نهبط لتحت سكوات اون، خلي الظهر ديالي مستقيم جوج، ديما نتنفس مزيان، نخلي الظهر ديالي مستقيم، نحاول نحل العضلات ديالي. ديما ملي كنخدم بحال دابا سكوات هي عضلة كبيرة كتحاول تجر لي شوية ديال لو سون، الدقة ديال القلب كطلع، ولكن ما ننساش ديما نتنفس مع الحركة. أربعة ثلاثة جوج واحد، نرجع لحركة أخرى اللي هي ديال الكارديو ونحاول نخدم في بلاصتي. واحد جوج ثلاثة، ديما الحركات اللي أيغوبيك نحاول نرخي لو كور ديالي معاهم ونتنفس مزيان. خمسة أربعة ثلاثة جوج واحد، نرجع عاود الكارديو. واحد جوج ثلاثة أربعة، إلا قدرتي دير 20 قدرتي دير 30، ولكن نبوجي لا ريسبيراسيون ديالي. ثلاثة جوج ستوب، نرجع لبلاصتي وغادي نخدم موفمون اللي غنفورسي فيه العضلات ديال الرجلين ديالي ومشويه عليا. هاد الحركات هادو راه كافيين باش تخدم العضلات ديالك، تفيق الجسم ديالك وتخدم ميم لا ريسبيراسيون، لان هما فاش كنبدا نخدم غونفورسمون كي اوبليجيو عليا باش نتنفس. ثلاثة جوج واحد، وبيان سور نمشيو للحركة اللي بيان سور كلشي كتعجبو اللي هي لي بومب. غادي نهبط في بلاصتي، نوقف، نحط يدي، نهبط لتحت، نجبد ونرخي. إلا جاتك صعيبة تقدر تحط ركابك على الأرض ودير نفس العملية، تخلي الدار ديالك مستقيم. واحد الحاجة اللي بغيت نشرح لكم هو فاش كنبدا ندير هاد لي بومب وكنبدا ندير هاد الحركات شنو تيوقع؟ تلقى راسي وصلت ل 25 دقيقة، الجسم ديالي سخن، لا تومبيراتور طلعت، الدورة الدموية بدات كتنشط، المورال بدا كيطلع. الله يجازيكم بخير، حبسوا ما تزيدوش، لأن إلا زدتي غتولي كتأثر على العضلات ديالك، كتأثر على القلب ديالك، وعند بالك بلي أنك أنت درتي حصة رياضية ناجحة ولكن راك درتي حصة رياضية فاشلة. دونك 25 دقيقة حسيتي بالجسم ديالك بدا كينشط، حبس وما تزيدش ما تزيد حتى شي حاجه على 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 الجسم ديالك. وهنايا غادي تقدر انك تكون استفدتي من حصه رياضيه، ومن بعد تخلي واحد يومين وتعاود نفس العمليه، وهنايا غادي نقدروا نكونوا اننا قدرنا نغيكوبيغاو معها ونحصلوا على واحد الحصه رياضيه ناجحه. وواحد الحاجه انا ما ديما الناس يسولوني شي يقولوا لي علاش ملي كتكون كدير الحركات كدير واش كتعيا؟ خصكم تعرفوا بلي انني هاد لا ريسبيراسيون اللي كنديرها كنديرها اكسبري، لان كاع العلماء وهادشي كلشي كيتفق عليه بلي انه هي اللي كتحرق ليا لا غريس ماشي العرق. بزاف ديال الناس كيسحب لهم منك يعرق ليه التيشيرت كيسحب له راه كينقص، راه غير ما هذاك ماشي دهون كطيح بلا ريسبيراسيون. دونك الا خرجتي ليكسبيراسيون ثاني اكسيد الكربون فاعلم بلي انك انت راه كتحرق لا غريس اكثر من واحد اللي ما كيتنفسش مزيان.
مفهوم. تبارك الله عليك ياسين، شكرا على التمارين اللي قدمتي لنا واللي المدخن يقدر يستفد فيهم منهم في البيت ديالو وايضا في الخارج وما يفوتش 25 دقيقه. ياك ياسين تبارك الله عليك. اذا مشاهدينا، اهانه مواطن من طرف موظف عمومي موضوع الورقه القانونيه رفقه بروفيسور معتوق ليوم غد. دور الاسره في حمايه الابناء من التدخين وايضا المخدرات موضوع فقره نقطه توازن رفقه الدكتور مصطفى الصمدي. باقي الفقرات غنكتشفوها غدا باذن الله. الى اللقاء.